يعملون في الليل من أجل أن يحموا النهار. أولئك الأبطال من يكافح الأشرار. الأبطال النعيم الأبطال الأبطال وبحلول الليل نحارب الأشرار ونقضي عليه. ليس بذلك خيار. الأبطال النعيم الأبطال الأبطال أبطال بلباس النوم. مشكلة الفتى القط العويصة. لمستك، سأصل إليك. قط مسكين، القطط لا تحب البلل. على عكس أنا، هيا إلى المرشات. مرحبا. ما الرائع بشأن المرشات؟ إنه مجرد رذاذ بسيط. أعرف، كنت فقط أستمتع بالمطاردة. حاول أن تبتلع قليلاً بالمياه، رائعة وباردة. لكنني لا أشعر بالحر. لا بأس، لكن المرح يفوتك. أنا قادر. ماذا جرى؟ ما الذي يجري؟ ماذا لو لم تنحسر هذه السحب ولم نلعب ألعاب الصيف مجددا؟ اطمئني، لن يحدث ذلك. علينا اكتشاف مصدر السحب الغريبة. لنتبع الخرطوم. يتصل بالخزان الذي يحتفظ بمياه المرشات. لكنه فارغ الآن. ماذا كانت السحب السوداء تفعل في الخزان؟ من وضعها هناك؟ عثة، هذا يعني الفتاتلونة. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ المدينة. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. نعم. يتحول غريغ إلى يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. لمنع ظهور المزيد من السحب، علينا إيجاد الفتاتلونة. لنلقي نظرة أخرى على خزان المرشات، ربما سنجد دليلاً. إلى سيارة القط. لي لعب ألعاب الصيف السخيفة، لذا سأحجب الشمس بسحب الحاجبة كي تعجز عن ذلك أيضا. يمكنك اللعب معنا. لمستك. ألعب ألعاب نهارية سعيدة مع المقنعين الصغار المزعجين. اليوم مجرد اختبار، حالما يمتلئ الخزان سأطلق السحب في آن واحد وسينتهي الصيف. سينتهي. سينتهي الصيف؟ سيكون هذا مريعاً. شتت انتباه الفتاة لونا، ثم سأنتشل المغناطيس وأعكسه لجذب كافة السحب للداخل. حقاً؟ تظنك قادراً على سرقة مغناطيس لونا أيها القط؟ حسناً، انظر ما لدي من أجلك. كي
كيف للسحب أن توقفني؟ أعرف كم تكره القطط الماء، لذا هذه سحب مطرية. أود لونا، أرسل السحب إلى الفتى القط. اطمئنا، سنلتزم بالخطة، أستطيع تولي الأمر. حسنا أيها القط، كن قويا. أعجز عن تولي الأمر. أيتها السحب، أمطري على الفتى القط أينما ذهب. مجدداً. هيا بنا. قوة لونا، اجعل السحابة أكبر حجماً ورطوبة ودعيها تطارد الفتى القط. أحب مراقبته يهرب كقط صغير خائف. أستطيع فعلها، أستطيع فعلها. لا، لا أستطيع. لا تهرب، تلزمني مساعدتك لردع لونا. لا تقلق، إنه مجرد رذاذ. قوة لونا، عليك بها. أظنني سأفعل. ما دمت قطاً جباناً يكره البلل، فلن تستطيع فعل شيء حيال الأمر. وهذا يعني إنني انتصرت، انتصرت. أيتها السحب، تتابعي في صف وطوقي ذلك القط الجبان. لا لا لا، ها، سأعود الآن لملء الخزان بالمزيد من السحب. قوة لونا، اصنعي المزيد من السحب، وضعيها في الخزان. أنقذنا. أستطيع النجاح، أكره البلل، لكن ليس بقدر ما أكره تخييب ظن أصدقائي. حان وقت البطولة. سرعة القط الخارقة. أنا قادم يا صديقي، أسرع من الرعد. الفتى القط يركض بسرعة أسفل السحب ويجعلها تتبعه. ماذا؟ مهلاً، ماذا تفعل؟ إن كنت سأبتل يا لونا فسيصيبك ذات الشيء. غرقت. كفى كفى. أه؟
وعكس أثره. أصلح الأمر يا صديقي. بسرعة أيها الزاحف، ساعدني، علينا التخلص من السحب. لا خجالة، عضلات الزاحف الخارقة. نجحنا، تلاشى جميع السحب وأنقذنا نور الشمس. أعدي هذا. لا، مغناطيسي، كيف سوف أستخدمه الآن؟ سأصلحه وأنال منكم في المرة المقبلة أيها المقنعون. لقد نجحت، كنا واثقين. البلل ليس بالأمر السيء، لا سيما وأنه منوط بإنقاذ أصدقائي. فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس رائعون. ياي سأسبقك، لن تمسك بي. هاي، ابتعدي عن طريقي، لماذا تفعلين ذلك؟ هذا لا يعني أنني لن ألعب معكما.